برزت خلال مسابقة اكتشاف المواهب سواقات تايلاند التي تنظمها جمعية المودة الخيرية ومشروع سوا شباب مواهب شبابية ويافعة واعدة في مختلف المجالات الفنية والأدبية والثقافية التي تحتاج إلى المزيد من الرعاية والاهتمام. هدف من هاي المبادرة هي دعم فئة الشباب وتنمية مواهبهم، لعل وعسى نقدر نأمن الدعم اللازم لهاي المواهب من خلال لجنة تقييم مؤلفة من السادة اختصاصيين لإمكانية دعم هاي الشباب، واختيار 5 من أصل 15 متسابق ضمن هاي المبادرة رح يتم التصويت عليهم على صفحة مشروع سوا شباب، وتأهل الثلاث مراكز الأوائل لإمكانية دعمهم وخلق فرص عمل لهم. طبعا مسألة في غاية الأهمية أن تتجه الجمعيات الأهلية باتجاه الفعل الثقافي والفني. نحن حريصون بشكل دائم أن يكون هناك حضور للمشهد الثقافي والمسرحي في أي فعالية كانت، من هنا تأتي هذه المبادرة. نتمنى أن يكون هناك كم من الوجوه الجديدة التي بإمكانها أن ترفد الحركة الثقافية والفنية في هذه المحافظة. لجنة التحكيم بيّنت أهمية إقامة المسابقة ودورها في تسليط الضوء على مواهب وإبداعات الشباب في مختلف مجالات الفنون والأدب والعمل على تبني ورعاية وصقل هذه المواهب. أنا حبيت أشارك بهذه المسابقة لعرض المواهب، وهي فرصة كبيرة لنا وللكل مشان نعرض مواهبنا وننمي هاي الموهبة، لأنه هي موهبة عظيمة، وتنوع المواهب بهاي المسابقة رح يعطينا فرصة أكبر وأكبر لحتى نكون مراكز عليا أكثر. حاولت أني أكون شوي مختلفة عن باقي الشباب، أني أقدم شيء مهم للشباب، أني أخليهم يثقوا بنفسهم أكثر، أقدم شوية نصائح أنه يخليهم يطلعوا من مربع الضياع اللي عايشين فيه. المشاركون عبروا عن سعادتهم بالمشاركة والتي تهدف لرعاية مواهبهم وتنميتها والاستفادة من ملاحظات لجنة التحكيم التي ستقوم باختيار أبرز 5 متسابقين ومن ثم نشر مشاركاتهم على صفحة مشروع سوا شباب للتصويت عليها من قبل المتابعين وتكريمهم ورعاية الفائزين الثلاثة الأوائل. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.